انزل. ماشي. الفلوس دي مصروعه بس انا عددها. ما تخافش بسيطه، بس الرصاصه جوه ولازم نطلعها. انا عندي عيال، عندي 3 بنات، وان شاء الله هترجع لهم بالسلامه ومعاك تقول لهم فلوس دي في كتفك، يعني ربنا سترها. اجمد. يعني انت عايز تفهمني ان العيال دي دخلت البنك بالصدفة بنفس التوقيت اللي كنت بتفضوا فيه الخزنة والخزنة مفتوحة؟ بالظبط كده يا فندم، هو ده اللي حصل. دول امهم ده عيالهم بقى، او حد من هنا بيساعدهم. لو لقوا الخزنة فاضية هيهددوا الموظفين ويفتحوها، برضه ما فرقتش كتير. لا فرقت طبعا، لما يبقوا عارفين ان احنا على وصول في خلال 10 دقايق يبقى الافضل بالنسبه لهم ان الخزنه تكون مفتوحه. عايز كشف باسماء الموظفين اللي كانوا موجودين وقت الاقتحام، واعمل لي تحريات عنهم، واجمع موبايلات الكل. هتخرجوا من هنا كل واحد في طريق، انتوا عارفين الاوامر. ودول ايه بقى ان شاء الله؟ عربون ولا عشان نتعشى بيهم؟ امسك يا راجل، ودول عشان اللي حصل. ماشي. انت كويس؟ كان نفسي ابقى احسن من كده بس ماشي. ما تمشيش على طول، خليك قاعد شويه لغايه ما الجرح يهدى. هو في ايه؟ هو مفيش النهارده. يعني ايه؟ يعني قبل ما تطلع معانا الطلعه دي يا ابني، وانت عارف التعليمات كويس وعارف اللي بيحصل مع اللي يخالف، فتتكل على الله من هنا وتحمد ربنا انك لسه عايش، واديك طلعت لك بعقد وحلق. صدقت نفسك انك رئيس بجد ولا ايه؟ راح يقول للمشغلينك المعلم حمدي القط موجود وعايز يتكلم معاكوا كلام مهم. ما ينفعش يتقال لعيال صغيره. صدقني انا عايز اديك فرصه اخيره تخرج من هنا على رجليك. يبقى تديني حقي. حقي مش اللي ضحكت بيه على الكوركات دول. أنا حابب إنك تتعلم من اللي بيحصل ده عشان حتى تبقى طلعت بفايدة. لما تشتغل مع الأستاذ تلتزم بالتعليمات. أنا عارف إنك اتسجنت وكتير كمان. حتى بالأمارة آخر مرة خدت 6 أشهر عشان أقفشوك مع عيال صغير. إنما الظاهر إن النظام في السجن ما فيهوش التزام كفاية. هنا في نظام بجد. وأنت ما التزمتش بيه. وأنا معاك لحد ما تجيب آخرك. اتعلمت الدرس؟ ولا تحب اقلعك ملط وخلي العيال تزفك في شارعكوا؟ اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.